صباح الخير عليكم من فقرة لايف ستايل ومعاك كوتش محمود، والنهارده مكملين حلقتنا تمرين المنزليه، وان شاء الله معانا النهارده هناخد ازاي اقدر اتمرن كارديو وانا ما عنديش اجهزه كارديو في البيت. طبعا اجهزه الكارديو دي او تمارين الكارديو هي رقم واحد في نزول الوزن او حرق الدهون ورفع لياقه الجسم. تابع معايا ازاي هتمرن كارديو وانا ما عنديش اجهزه كارديو في البيت. هعمل 5 حركات، كل حركه فيهم هعملها 25 ثانيه، وبعد ما انتهي من اخر حركه هاخد 10 ثواني راحه، وبعدين ابدا تاني التمارين، ودي هعملها 4 جولات. ده كده اول تمرين معايا لتمرين الكارديو، تابع معايا. هنضم التمارين النهارده 4 تمارين، ودول هيشملوا الجسم كامل. هيركزوا معايا على منطقه البطن والمنطقه السفليه من الجسم. تابع معايا الـ4 تمارين. انتهينا من اول تمرين، تمرين الستيب. تابع معايا التمرين اللي بعد كده، وده هيكون مركز معايا على منطقه البطن والصدر. تابع معايا التمرين، هنعمله لمدة 25 ثانية نفس الشيء. التمرين الثالث معايا ونفس الشيء، هيكون لمدة 30 ثانية. تابع معايا التمرين. التمرين الرابع معايا وهيكون نفس الشيء على الستيب. تابع معايا التمرين وهيكون لمدة 30 ثانية. طبعا اخر التمرينين على الستيب دول كانوا شغالين معايا الجزء السفلي، عضلات الفخذ. اذا الناس تشيك ان وزنها زايد جدا من تحت، دول هيناسبكم جدا، وكلها تمارين بسيطه نقدر نعملها في البيت ومش محتاجه اجهزه او الات. في نفس الوقت بتكسب ان انت بتخسر كتله دهون، وفي نفس الوقت بتكسب لياقه وبتكسب شكل جميل. اخر تمرين معايا النهارده وهيكون لعضلات البطن، وهو تمرين مهم جدا لعضلات البطن والمنشاريات بالنسبه للناس اللي بتعاني من منطقه الخواصر، ده هيفيدها كتير. هنلعب 4 جولات، كل جوله عباره عن بالنسبه للناس المبتدئين 10 تكرارات كفايه، بالنسبه للناس المتقدمين ممكن توصل ل 30 تكرار، ما عندناش اي مشكله. تابع معايا التمرين. طبعا جميع تمارين النهارده نقدر نسويها في البيت، نقدر نعملها بكل بساطه. بالنسبه للناس المبتدئين تعملها ببطء، مش شرط السرعه في التمرين، حتى لو الوقت اللي انا قلت عليه 25 ثانيه في بعض التمارين، 30 ثانيه في بعض التمارين، لو انت شايف ان هو كتير عليك نقدر نبدا ب 10 ثواني 15 ثانيه 20 ثانيه لحد ما نوصل لليفل اللي هو 30 ثانيه او 25 ثانيه في كل التمارين.
دي كفيله ان هي تنزل معايا كتله دهنيه كتير، هينزل معاك من نسبه الدهون في الجسم، هيرفع من اللياقه، هيخلي شكل جسمك مختلف للافضل. فتابع معايا ان شاء الله الفقرات اللي جايه، نفس الشيء هنتابع معاكم تمارين منزليه مفيده تناسب اي حد، سواء انت ما عندكش وقت انك انت تروح الجيم، او انت لسه مكسل مش حابب ان انت تطور تمارينك بشكل انت تروح الجيم تتمرن تمارين كتيره، تقدر تبدا بالتمارين البسيطه دي في البيت تاهل نفسك، بعدين تقدر انت ايه تعمل اشتراك في اي جيم وتتمرن تمارين اكتر من كده. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا النهارده واستفدتوا، تابعوني في الفقرات القادمه ان شاء الله.